لا تهتم بالأشياء السلبية ولا الأشياء المحزنة ولا الأشياء التي تسرق منك طاقتك الإيجابية الجميلة وطاقتك العالية وذبذباتك العالية. يعني أنت تبعد من حياتك، كتشطب كما أقول كل لصوص، سواء كانوا أشخاص أو أشياء أو أفكار أو مواضيع، نعم يعني أو حتى ما تقرأه جميل إيجابي، يعني تودع كل السلبيات من حياتك، لأنك أنت هذا العام إنسان سعيد، إنسان هادئ، إنسان الله، إنسان إنسان يركز في سلامه الداخلي، السلام الداخلي، الوئام، الهدوء، المحبة، تخلق من جديد. عندكم واحد الكارتات عجيبة بزاف، روحانية بزاف. وكذلك كما لو كنت أنت تعيش في عالم آخر، عالم آخر، عالم موند إيديال، يعني بارفي، يعني عالم الكمال. وهذا ما تحبه أنت وما تريده أنت وما تتمناه، ليس فقط لك، تفهمون؟ يعني أنت ألتخويست، يعني تحب السعادة للآخرين. عندك واحد هذا واحد المستوى ديال التعاطف عالي عالي بزاف وروحاني بزاف. هذا العام عزيزي برج الجدي أنت شخص جديد جديد، لكن شخص عجيب، جديد عجيب رائع. ربما أنت تعيش الآن صحوة وعي، صحوة روحانية، نعم صحوة وعي. الله، عندكم كارتة قوية بزاف، قوية قوية جدا، سبحان الله، كارتة عجيبة. لا أصدق، يعني سبحان الله، لا أصدق، سبحان الله، واو 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 واو. عندكم واحد الكارتات عجيبة 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 عجيبة، يعني لا ليست، يعني القراءة ديال القوس كانت سحرية، لكن هذه كتغلبها. عزيزي برج الجدي، أنت تتواجد في واحد إن في ان نيفو سبيريتوال تري 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 هو، يعني في مستوى وعي وروحاني عالي 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 بزاف. الله، تركتني بدون كلام. عندكم ديزاغ كان واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة، قوية قوية بزاف. لا، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية ثمانية، سبحان الله. عزيزي برج الجدي، كما قلت أنت تبتعد عن كل السلبيات، لأنك هذا العام أنت ليس، يعني ليس إنسان سعيد فقط، بل أكثر من ذلك، هذه السعادة الداخلية الحقيقية، يعني سلام الروح. هذه القراءة جد جد روحانية، ليست يعني أكثر من القوس، يعني رأيتها سحرية، لكن أنت يعني تفوز، أنت تفوز في الروحانية عزيزي برج الجدي هذا العام، وأنا أهنئك، لأن هذا العام سيكون عامك، هذا العام سيكون عامك عزيزي، لن تنسى هذا 2020، ما غاديش تنساه، سسخة مهم، غادي يكون عامكم هذا، هذه سنتك أنت. إذا كانت هناك صخور أو حجارة في طريقك تختفي بطريقة سحرية، أنا لا أفهم. وحتى إذا كانت ما زالت بعض الأحجار في طريقك، فلا تعاتب الرحمن، بل أراك وبفضل هذه الروحانية أنت ستشكره.
لأنها كانت ضرورية للوصول إلى هذا النجاح، إلى هذا المستوى العالي. واخا في حياتك، حياتك برج عزيزي، برج الجدي، لوحة الربيع، لوحة الربيع تزينها زهور ابتسامتك الشفافة والصادقة، تزينها ورود كلامك الرقيق واللطيف والحنون. هذا العام سيكون عام الوعي، عام الرومانسية فيما يخص العاطفة، فيما يخص الجانب المادي كذلك تكبر مداخلك هذا العام. هذا عام الهدايا السماوية، لكن بما أنها كارتات روحانية بزاف، دعوكم بما هو دنيوي ومادي، لن أركز فيه لأني أرى أن هذا عامكم، عام الصحوة الروحانية أو الصحوة، صحوة الوعي. واخا هذا عام الهدايا السماوية. أنت مررت بمراحل مختلفة في حياتك يا عزيزي برج الجدي، شوفوا لا يعني قفزت لوحدها تريد أن تتكلم. أنت مررت بمراحل مختلفة في حياتك، يعني مستوى طاقي، أنا أتكلم عن الطاقة، عن الروح، وخا مستوى الطاقي الآن غادي نعطيكم فقط مثل. أنت متواجد في الهضاب، يعني أنت بدأت، يعني أنا يعني كنعطيكم مثل ديال التضاريس، أنت بدأت يعني المستوى، كنت في الماضي كنت في بالسهول، كنت في السهول او بالسهول، ومررت الى التلال، يعني كتصعد المستوى كي يصعد، وصعدت الى الهضاب، يعني انت في مرحلة عالية جدا بعد مجهود كبير واجتهاد، اجتهاد روحي، اجتهاد عملي، عمل خير والدعاء والاجتهاد والقلب الطيب والايمان. وانا اؤكد لك انك قريب 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 لكي تصل إلى الجبال، إلى قمة الجبال، إلى أعلى جبل في العالم، ليس أي جبل. لذلك واصل واستمر، لا تستسلم، فأنت ستصل إلى هدفك، لمن لدي مهما كانت الأهداف. واخا رغم أني أنا أركز في ما هو روحي، لأنها يعني كارتات يعني كلها روحانية تقريبا كلها. واخا أنت تحظى هذا العام بهدايا سماوية، هدايا سماوية، سبحان الله، يعني كلها، كل الكارتات يعني رائعة وجميلة كلها، ما كاين حتى شي كارت. هذا عام التغيير الجذري، واخا أنت يعني ستعيش واحد التغيير، لا أدري ماذا سيحدث لك عزيزي برج الجدي، لكن أراك يعني حتى أنك لا تركز فيما أراك روحاني بزاف، تعرفون ما معنى روحاني؟ يعني الإنسان الذي يركز في ليس فقط في الرحمن، يعني الروحاني ليس الإنسان المتدين الملتزم الذي يطبق القواعد، لا، بل إنسان ذات روح روحانية عالية، يعني روح تقترب من السماء أكثر، يعني قريبة من الله. فهناك متدين، مع كل احترامي، هناك متدينين لكنهم مش قرب من الله، تفهمونني ياك؟ يعني مع كل احترامي هناك ناس، يعني أنا لدي لا يعني ناس من عائلتي يصلون، يذهبون للمسجد، لكن روحانية صفر، مش قرب من الله، فقط يطبقون ويركعون خوفا من الله، يعني ليست روحانية، تفهمونني ياك؟ من هو روحاني وقرأ عن الروحانية ويعرف معناها فسيفهمني. واخا نواصل. واو، كما قلت أنت تحظى هذا العام بهدايا سماوية تتجلى في رزق واسع ووافر، واخا لكن ليس فقط مادي. نعم هناك رزق مادي، فين هي الكارت؟ نعم هناك رزق مادي كذلك، من يسعى للمادة. فطبعا لن تكونوا كلكم روحانيين، لنكون يعني بس يعني كونوا صادقين، واخا لستم كلكم روحانيين، لكن هذا ما أراه أنا في القراءة. ولمن يعني يسأل عن المادة، هذا العام هناك يعني رزق واسع ووافر.
خلي من يسعى للجانب المادي ويريد النجاح المادي، نعم هنا نجاح مادي، ما غاديش نكذب عليكم، واخا هنا نجاح مادي، هناك ناس روحانيين ولديهم لديهم المال، لكن لا يركزون في هذه الأشياء، بل يركزوا، تفهمونني ما أريد أن أقول، واخا يعني الروحاني ليس المتسول، لا هناك ناس روحانيون وهم أغنياء، لكن عندهم واحد روحانية عالية. وأنت عزيزي برج الجد كما قلت لديك هدايا سماوية، وهي من جهة الرزق، رزق وافر وواسع والحمد لله. واخا وبالنسبة هذا عزيزي برج الجدي، أنت لونك هذا العام سيكون اللون الأخضر. نعم اللون الأخضر، لأن أرى أن هذا العام أنت منعنع منعنع، ياك إحنا كنقولوا بالريفية نعنيعذ، يعني منعنع واخا، يعني تزهر بحال النعناع، واخا مشرق منعنع، أعتقد أن بحال ياك هذا بحال هذه الأغنية، أعتقد أنه هذه الأغنية ديال يا منعنع هكذا، واخا هكذا أراك نعنيعذ منعنع، لذلك لونك سيكون اللون الأخضر. وكذلك حطوا لي شمعة خضراء أو لباس أخضر، أو كذلك حطوا لي النعناع، النعناع في كأس به ماء، وخف هذه طاقة طبيعية إيجابية بزاف، ستساعدك كثيرا في حياتك، يعني تستمد الكثير من الطاقة. ماذا ايضا بالنسبه الان، غادي نهضروا على الجانب العاطفي، لمن لديه حبيب عزيزي او عزيزتي، ما تنساش انها للنساء والرجال، هناك سيصل شخص الى حياتك، شخص جميل وطيب، ربما انت في البدايه يعني لن سترفضينه أو سترفض هذا الشخص، لكن عندما ستصل إلى أعماق روحه الجميلة ستحبه كثيرا، هذا سيتحول حتى ربما إلى زوجك وأبو أطفالك، والعكس زوجتك أو أم أطفالك، واخا لأن روح هذا الشخص عميقة جدا، يعني ستقع في الغرام. واخا بالنسبة للأبراج، دائما كنسى الأبراج، أبراج نارية، عندنا أسد حمل وقوس، كذلك أبراج نارية هي المهيمنة، واخا وكذلك عندنا ترابية والمائية، ترابية والمائية يعني ترابية بحالك، جدي عذراء وثور، ومائية سرطان سرطان عقرب وحوت، هذه هو المهيمنة هي النارية. إذا قلت لمن ليس لديه حبيب سيصل الإنسان، في البداية غادي ترفضه، لكن سيغزو قلبك وروحك لأنه شخص جميل بزاف، واخا هذا سيسعدك طوال حياتك، أنت أو أنت ستكونين أميرة بالنسبة لهذا الشخص، وملكته، ليس فقط ملكته بل إمبراطورته كذلك. فين هي الإمبراطورة؟ أنا شفتها قبل. مهم، إذا هذا الحبيب ماشي غادي يبغيك وصافي، سيعبدك، واخا سينزل لك النجوم، نجوم السماء لإسعادك، يعني غادي يفشك بزاف بحال شي عيولة، يعني سيدللك أو سيدللك كطفلة صغيرة، هذا حب جميل بزاف، وغادي تشوف معاه، مع هذا الشخص، مع هذا الحبيب، السلام والراحة والهناء والوئام، هذا ما ستراه معاه، واخا سيسعدك طوال حياتك وهنيئا. قراءات عزيزي برج الجدي عجيبة عجيبة، فيها كلها إيجابية، كلها. أنا آسفة، تقولون دائما أنت إيجابية، لكن أنا هذا ما أراه، كارتات جميلة، وهذه ذات روحانية عالية عزيزي برج الجدي، وأنا سعيدة، أنا سعيدة من أجلكم. لمن لديه حبيب
لمن لديه حبيب؟ هذا الحبيب يراك، أو يرى، نعم يراك، لأني أنا كنهضر دائما مع البنات، لأن النساء هم يعني نشيطات بزاف، هم اللواتي يتركن لي التعليق وأنا أجيبكم لذلك، لكنها قراءة للنساء والرجال. لمن لديه حبيب؟ هذا الحبيب يراك مميزة جدا، يراك كملاك يحلق في السماء، يراك كالملاك يحلق في سماء، سماء وردية أحيانا وأحيانا زرقاء وصافية. شوفوا على ألوان، ألوان جميلة بزاف. أنت عزيزتي، هذا الحبيب يراك، يعني الكارت تقول لي كيف يراك هذا الحبيب الذي تسألين عنه، يراك جميلة، يراك بريئة، يراك مثل الفراشة التي تحلق فوق الزهور، يعني كتعيشي في عالمك، يعني في العالم ديالك، يعني عالمك الخاص، تعيش في عالمك الخاص، يعني أنت عجيبة سحرية وغامضة. كذلك يراك أنك غير لائقة لهذا العالم. ماذا يعني؟ أنك يعني أنت صادقة بزاف، حساسة بريئة، لكن حكيمة، ووعيك عالي 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 بزاف، يعني لا تهتمين بما هو دنيوي بزاف وبالماديات والنجاح، ورغم أنك حكيمة ومثقفة وذكية، يعني الله أعطاك كل شيء، لكن هذه الروحانية العالية أنت تسمو في عيون هذا الشخص، وليس فقط في عيون هذا الشخص حبيبي أو حبيبتي، بل كل الناس اللي كيعرفوك. واخا أنت جميل، أنت جميل بزاف، وإذ لم تكن هكذا أنا أرى أنه سيحدث لك شيء، شي حاجة معجزة، لا أدري، ستتحول، واخا ستعرف، يعني غادي تستيقظ وسترفع روحانيتك بزاف بزاف بزاف، واخا قراءة قوية بزاف.